مشاهدينا السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ضيف الأجواء في موسمه الجديد، واللي تعودنا أنه نستضيف أبرز النجوم وكذلك الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، سواء كانت في المجال الثقافي، المجال السياسي، الاجتماعي وكذلك الفني. اليوم راهو معايا شخصية قدرت تضع بسمة في الفن الراقي، شخصية وباسمها وكذلك بصوتها الجميل والرنان قدرت تصنع لها اسم في الساحة الفنية. ندعوكم لمشاهدة هذا الكليب وبعدها راح نتعرفوا على ضيفي أكثر. أكثر إن شاء الله باب الجيل الجديد. كيف أنسى أم وهي دوما في خيالي، كيف ينسى قلبي وهي رمز للأجيال، كيف أنسى أم وهي دوما في خيالي، كيف ينسى قلبي وهي رمز للأجيال. إلى متى والدم يسقي أرابيها، إلى متى والحزن يرويها، إلى متى والدم غير الله. إذن مشاهدينا رجعنا لكم بعد ما كنا قد اطلعنا على هذا الفيديو كليب اللي كان يحمل عنوان القدس، واللي كان من أداء فناننا الجميل فنان عبد النور حسن. أهلا مرحبا بك عبد النور، وشكرا لتلبيتك هذه الدعوة. أهلا وسهلا الأخ رحيم، والبليزير بوموا. أنا شوي تري كونتون لأني معكم هنا في لا تلفزيون الأجواء، اللي ديما هي سباقة الأعمال الفنية وأنا ديما نمدها بالجديد.
أكيد، وإحنا جد سعداء لاستضافتك، وإحنا على بالنا إنه ربما كنت في سفر وجيت عملت لي إسكال يعني بالجزائر، لأنه غدا إن شاء الله راح تكون في مصر ربما حتى نتكلم على جديدك بالقاهرة لتسجيل ربما أغنية جديدة اللي راح تحمل عنوان آخر، وكذلك راح تكون كلماتها من هي أغنية جديدة من كلمات مصرية، يعني من مصريين اللي اشتغلت معهم، الملحن الكبير يوحنا، فيكتور يوحنا، والكلمات لعليم، وتوزيع أمير ناتان، هي اسمها بعنوان الجمال وراثة. احنا لما نتكلم على الفنان الجزائري اليوم نقوله انه ربما يعني نحصره في بعض الأشكال من الغناء. الفنان عبد النور حسن يعني قدمت أغاني عديدة، أغاني ربما وكذلك طبوع عديدة، خلينا نقول متنوعة، كذلك من الأغاني الوطنية الرايوية أو حتى ربما أغاني أخرى. ربما أكثر أغنية مازالها في بالك اليوم وحتى تعلقت بها أكثر من أغنية يعني؟ هم والله يعني الأغنية كل حبيتهم، لأني أنا من المعروف عني أني قليل الإنتاج، بس حنخير الأغنية يعني بكل الصفات ونخدمها على قناعة وبإتقان. دونك الأغاني تاعي كل عندهم بصمة في يعني حياتي، يعني تتريث ربما حتى أتريث لحين إصدار ألبوم آخر أو أغنية منفردة. يعني من ضمن الأغاني اللي كنا قد طلعنا عليها من أدائك هي أغنية القدس، وكذلك أغنية الجيش المصري اللي كرمت فيها كذلك الجيش المصري، وكذلك ونحن على أبواب الفتح من نوفمبر سمعنا أنه تخطط كذلك لوضع كلمات جزائرية على هذه الأغنية وأدائها بمناسبة الذكرى. هي هذه الأغنية هذه جات الفكرة من الشركة المصرية، شركة أرت بالاس. كي كنت في القاهرة الوقت اللي كنت نصور في فيديو كليب رد السلام، اقترحوا عليا كي شافوا أغنية القدس ونجحت أغنية القدس وكانت أديتها بأداء يعني عجبهم الكل، واقترحوا عليا كانوا يحضروا الاحتفالات عيد الثورة المصري، وجدوا لي أغنية هي بعنوان الجيش المصري، وخدمناها هذه الأغنية دي، سجلناها في القاهرة، سجلناها يعني بالاحتفالات عيد الثورة المصري، وكانت باقتراح من الملحن انه نعملوا دو فيرسيون، عملنا اون فيرسيون ايجيبسيان للجيش المصري وعملنا اون فيرسيون الجيريان للجيش الجزائري، باش ما نغضبوا حتى واحد. ممتاز، اكيد وحنا نؤكدوا على هذه النقطة، واكيد انه في أخوة ومحبة وكذلك تلاحم بين الشعبين. طبعا كلنا عرب، حتى هم يعني المصريين في وقت الثورة كانوا يغنيوا الجزائر، أكيد، وكانوا يساندوا الجزائريين، وإحنا الجزائريين كنا نساندوا المصريين ونساندوا العرب، يعني ما عندش. ممتاز، من فنان جزائري أنا حبيت نلم الشمل. ممتاز، جيد. احنا راح نروح ونتابعوا هذا الفيديو كليب اللي تحت عنوان الجيش المصري، ونعود نقول لكم مشاهدينا. أهلا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا الفيديو كليب اللي حمل عنوان الجيش المصري للمبدع عبد النور حسن، واللي كان فيه غنى باللهجة المصرية، وكذلك وعدنا أنه راح يقدم تكريم للجيش الجزائري باللهجة الجزائرية وكذلك كلمات جزائرية. بالنسبة للعمل في الشرق الأوسط والولوج إلى الساحة الفنية المصرية، كيفاش كان؟ ممكن تحكي لنا على تجربتك في مجلس. والله هي لازم تكون علاقات، هي اول بدات بعلاقات، علاقات مع الوسط الفني، وبعدها كي رحت لمصر وصرا احتكاك مع ملحنين مصريين وسمعوا صوتي وشافوا الانتاج تاعي القديم وكلش، يعني حبوا يتعاملوا معايا. اخترت انا بعض الملحنين
اللي تعاملت معاهم كيما فيكتور يوحنا ووليد الحسيني، وكذلك تقابلت مع الأستاذ الكبير صلاح الشرنوبي، تقابلنا وغنينا بالعود مع بعضنا وسمعني قداش المرة، وعندنا بربي إن شاء الله أغنية قاعدين نحضروا فيها ان شاء الله 2019، هذه 2019 لانه راح يكون عمل كبير يعني مع الاستاذ صالح الشرنوبي. تعرف انه في القاهره يعني مش سهل يعني باش واحد يوصل صحيح. يوصل حتى يوضع ولا يبرز نفسه في الساحه الفنيه، على خاطر الساحه هي مصر ام الدنيا في الفن. يعني من بكري معروف انه اللي يحب يتشهر يروح لمصر على خطر الجو ملائم لهيك في مصر، يعني سي ناس اللي ديما تخدم، ناس ما يقعدوش خلاص وما عندهمش البخل، ما عندهمش البخل اللي تلقاه في بلدان أخرى. يعني كي يشوفوا عندك موهبة ولازم الحاجة المهمة لازم تساندك شركة، لأنه التسجيل هيك في مصر يعني غالي لدرجة كبيرة، يعني درجة ما تصورهاش. يعني باش تعمل الإنسان باش يتكل على روحه لازم له إمكانيات كبيرة ياسر. دونك كي تعود عندك انت الشركه وتكون عندك العلاقات كل شيء يجيك سهل. بالنسبه للعلاقات، ربما علاقات بالفنانين ام من ناحيه الانتاجيه من ناحيه العلاقات يعني مع الفنانين ومع شركه الانتاج. هذه تجيب هذه، يعني هو تساعد على رسم، يعني انت تعرف فنان، الفنان هذاك يعرفك على شركه، الشركه تقتنع بصوتك وبالموهبه تاعك وعن بالها وين تنجم توصل معاك. بيسك في مصر كاين الصناعه الفنيه اللي مش موجودة في الجزائر ولا في بلاد واحدة أخرى. كاين الصناعة الفنية، مثلا يحكموا فنان ويصنعوه ذاك الفنان. يعني مش لازم يتشهر باش يخدموا معاه، العكس اللي في الدول تاعنا. فوالا دونك هو يخدم هذاك الفنان، يصنعه ويجيب له الالحان، يجيب يتعب عليه ويصنع النجومية تاعو ومن بعد يولي يجني من ورائه. عبد النور حسن، نعم. قبل ما نتطرقوا لمشاريعك المستقبليه، حبيت نعود نولي للنقطه اللي ربما تقعد ربما حاجز لبعض الفنانين، هو التطرق للعالميه او حتى على المستوى العربي، لكن هنا بالجزائر ما الذي يمنع الفنانين حتى للوصول ربما المشرق العربي؟ هنا نفهمك، هنا الفنان، الفرق ما بين الفنان هنا في الجزائر والفنان في المشرق العربي ولا في البلدان الأوروبية، انه في الجزائر الفنان يخليه يقود السفينة لوحده، هو اللي يلحن، هو اللي يكتب، هو اللي يصور، هو اللي ينتج أغانيه، هو يسجل، هو يعمل، نوصل للدرجة انه ما يقدرش يكمل، خلاص ما يقدرش يكمل ولا يكون قليل في الإنتاج مثلا في السنة ولا سنتين، كش ما يلم شوية دراهم يروح ينتج أغنية. بصح في مصر لا، بالعكس، كاين اللي يختار له اللبس، كاين اللي يختار له الكلمات، كاين الملحنين اللي دايرين به، كاين شركات تنتج له الأغاني، كاين قنوات، القنوات كل ترحب بهم بالإنتاج. تذكر أنك تعاملت كذلك مع أو نقول تعاملت مع أسماء كبيرة في الوسط الفني العربي، ونذكر أنه ألحان وكلمات الجيش، أغنية الجيش المصري كانت من ألحان وليد الحسني الحسيني، وليد الحسيني، وكلمات أيمن العوضي وإخراج جمال أمل. هذوما ناس يعني كبار في الوسط الفني المصري، وناس عندها يعني سمعة كبيرة في الفن. وليد الحسيني عنده شركة، هو اللي عنده، هو يعني اللي انتج لي الأغاني، والحمد لله يعني شفت انتج لي الأغنية الأولى، كي نجحت هذيك الأغنية تاع رد السلام زدنا انتجنا أغنية بمناسبة يعني في مصر الفرق جد. انه نستثمر في الفنان، يستثمر في الفنان، يستثمر في الفنان، ما يخليش الفنان يروح، لازم يخدم معاه لأقصى الدرجات. ممتاز، راح نطرق اذا الى مشاريعك المستقبلية. وش راه موجد عبد النور حسن؟ يعني راح تروح لمصر، عندك سفريات، عندك ربما مشاريع مستقبلية، من بين هذه المشاريع كحصريا لقناة الأدواء؟ هي نبدأ بالمشروع القريب خلاص، هو عندي أنا مسرحية للأطفال، وضعت لها أنا الألحان، لأني نلحن وسيب يعني ما اللحن على قدي مش بكل تواضع.
هذه المسرحية راح تعرض غدوة في مسرح النبا إن شاء الله. إن شاء الله هي مسرحية للأطفال بعنوان عربة الأحلام من إخراج نبيل الرحماني. هذه المسرحية أنا وضعت لهم الألحان والموسيقى والأغاني، وغدوة إن شاء الله راح تكون أول عرض، العرض الشرفي أول عرض على الساعة على ربما على ساعة ثالثة في مسرح عنبة. ممتاز، هذا المشروع الأول قريب. ممتاز، احنا شفنا التنوع في أغانيك من الأغاني الوطنية إلى الأغاني الراياوية، والآن راك خصيتنا ربما بالأغنية للأطفال، أغنية مسرحية. لماذا هذا الاهتمام كذلك بعنصر الأطفال؟ أنا هو مهم. أنا من اللي بديت حياتي الفنية وأنا نخدم أغاني للأطفال في رصيدي 9 مسرحيات كنت مخصص في تلحين المسرحيات للأطفال. درت الأميرة المفقودة، درت الطائر العجيب، درت يعني مسرحيات كتير وكانوا ناجحين الحمد لله. ومازلت يعني نخدم الأطفال على خاطرك تعرف الطفل ديما حساس، الطفل ولازم حساس الإنسان، وهو كذلك يجب الاعتناء به. وأنا نحب الأطفال لازم نعتني بهم، احنا كنا أطفال واعتنوا بنا. أكيد أكيد. إذن نروح كذلك نعود نولو للإنتاجات تاع عبد النور حسن، ونشوف مشاهدينا هذا الفيديو كليب تحت عنوان رد السلام.
إذن مشاهدينا كان هذا فيديو كليب رد السلام للفنان الجزائري عبد النور حسن من ألحان معز الكعباشي وكلمات خالد لابيدي إخراج كذلك جمال أمل. إذن عبد النور حسن لما نتكلم عن ناحية الإخراج ما شفناش أنه في تنوع، لماذا ربما تعاملك يقتصر على اسم جمال أمل؟ هل يعود ذلك إلى قدرتها على تجسيد أفكارك على الواقع أم إلى شيء آخر؟ لا، على خطر جمال أمل هو من المخرجين الكبار اللي في مصر ومعروفين يعني، وعنده أسلوب مليح عجبني في الواحد، وهو أون بلوس يخدم مع شركة تاع اللي تعاملت معها. هو المخرج اللي يشتغل مع الشركة هذيك الواحد. دونك أنا درت زوز كليبات هذاك الجيش وهذا، خدمناهم في نفس الوقت في نفس الفترة. ممكن المرة الجاية نخدم مع مخرجين أخرين، ممكن ممكن معه هو نزيد يعني نعود التجربة ممتاز. للتنويع. ما مدى قدرة ربما المخرجين؟ عنده قدرات كبيرة تاع التقاط الصورة، على تفهم كذلك الفنانين الجزائريين. صح. هل كان في تفاهم وكذلك تنسيق ما بيناتكم؟ هل كان ربما لما تطرح له الفكرة ربما يجسدها، ولا في تشاور كذلك؟ في هو في تشاور، لكن هو يعطي كلش في مصر. الحاجة اللي ملاحة انه الحاجة اللي تخمم فيها هو يعطيها لك، يوفرها لك بلا ما تقول له. ممتاز. هذه الحبة على خطر هم ديجا عندهم خبرة كبيرة في الانتاج السينمائي والكليبات هذه، وهم خدموا كتير يعني خدموا. جيد، اكيد راح نشوفك عبد النور حسن هنا بالجزائر ربما في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية قريبا، الفتح من قريب نوفمبر. الفتح نوفمبر هي أنا حاب نخليها مفاجأة، لأنه حتى الأغنية مفاجأة. حضرت أغنية يعني من الطراز العالي، من طراز الراقي، أغنية وطنية بمناسبة أول نوفمبر، وهذه تسجلت في مصر ومن ألحان وليد الحسيني، هي اسمها جيش الجزائر. ممتاز، يعني جميل انه يتعاون. والكليب بصح الكليب تصور هنا في الجزائر، الكليب تاع الكليب تاعها تصور هنا في الجزائر تحت اخراج طارق معوش. والكلمات جزائريه، الكلمات كتبها صلاح الدين قفصي. ما نزيدش اكثر، خليها سيربريز. مازال لها شهر. اكيد ان شاء الله ستصدر قريبا، وراح نتابعوها على الشاشات الجزائرية، ونوعدكم انه راح تكون متوفرة حصريا للأجواء، حصريا اكيد على قناتكم قناة الأجواء. راح نعرضوا لك مجموعة من الصور فنان عبد النور حسن، ونشوفوا اول صورة. نطلبوا من المخرج يقدم لنا صورة اولى الفنانة الجزائرية فلة عبابسة. فلة عبابسة هي سلطانة الطرب، وصوت رائع جدا جدا جدا. أنا كنت صغير غنيت مع والد فلة عبد الحميد عبابسة الله يرحمه، وأنا نعتز كتير بفلة على خاطر عندها صوت قوي، ونجمت تزاحم أكبر الفنانات وأكبر الفنانين في العالم العربي، رغم سبوا لها مشاكل بصح ديما بقت صامدة. أكيد، يا جبل ما يهز وريح. لكن ربما مؤخرا سمعنا أنه فلة كانت ربما صدمة لمحبيها وكذلك جمهورها، قررت أنها تعتزل في ظل الإدارة اللي ربما تحتكر ربما الساحة الفنية والثقافية على المستوى. هي صرخت فلة، هي صرخت كل فنان هنا في الجزائر على خاطر كاين هنا شوية تهميش. لكن يعني أنا حتى كي سمعت الخبر وقالت نعتزل، أنا من نفسي كنت متأكد 100% ما تعتزلش على خاطر الفنان خلق فنان ويموت فنان. هذه قالتها وردة الجزائرية، قالت لك أنا خلقت فنانة ونموت فنانة، ما نجمش نعتزل الفن نموت فنانة. ممكن وهي فنانة ربما. ومن عائلة فنية يعني عريقة يعني. وإحنا كذلك نعتز بفنانتنا في اللعب هبسة، ونوجه لها
تحية خاصة من خلال قناة وكذلك شاشة الأجواء، ونقول لها عزيزة بزاف علينا، وإحنا كذلك كبرنا على صوتك الرخيم، صوتك الجبار اللي فيه نوع من الإحساس الرهيب. وممكن لو كذلك فنان عبد النور حسن يزكي هذه الجلسة بصوته كذلك لأغنية لو حافظ للفنانة الجزائرية في العبابسة. والله مش نحافظ يعني أغاني، مش نحافظ لها حاجة، سمعت لها أغنيات وتعجبني، تعجبني التشكرات وتعجبني ولا مرة ثانية، وتعجبني قداش نغني، مش نحافظهم، سامحهم أنا سامحهم، مش نحافظ الأغاني. ممتاز. نشوف صورة ثانية الآن، وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي. والله وش راح نقول لك، انا ربما منذ قدوم بدينا نشوف انه الاحوال تحسنت في الجانب الثقافي، ممكن ممكن تكون تحسنت الاحوال، باش ما نقولوش يعني نحكيو بدبلوماسيه، مازالت شويه، مازالت أكيد على خاطر درك انت كي تروح لبلاد كيما مصر وتشوف الفن كيفاه مزدهر وكيفاه الناس تخدم، كي تجي هنا الجزائر تشوف يعني كاين ركود شوية، وتلقى مثلا الحفلات والوسط الفني مقتصر على أسماء، هذه اللي ما عجبتني شوية. نتمنى يعني من الأستاذ الوزير وزير الثقافة أنه يهتم بكل الفنانين إن شاء الله سانز إكسبسيون، على خطر كلنا أولاد الجزائر أكيد، وكلنا عندنا حق أكيد في الثقافة الجزائرية إن شاء الله. إذن ننتقل لصورة أخرى، طلبوا من المخرج أنه يقدم لنا صورة أخرى. يا سلام يا سلام عبيك عيني عيني راح تدمع والله، يعني وردة الله يرحمها، هي نقول لك أنا وردة المناضلة بصوتها، الإنسانة، الفنانة، ما عندك ما تقول، يعني هي قمة القمم، يعني باش توصل فنانة توصل تنافس بنفس مستوى كذلك، تنافس سيدة الطرب العربي أم كلثوم، وتنافس أكبر الفنانات في مصر وتثبت وجودها، وتبقى اسمها وردة الجزائرية، يعني ديما مطلع العلم تاع الجزائر، ربما بعد وفاتها الله يرحمها بعد 6 سنوات الجمهور الجزائري الجمهور العربي لا يزال يفتقدها. حبيت نقول لك الأخ رحيم، يعني هذه حاجة تسمى نورمالمون ما كنتش راح نحكيها، بس حنحكيها لك يعني حصريا للأجواء. أنا أول طلعة تاعي لمصر كان عندنا أن بروجي على وردة جزائرية، كي جينا طالعين اتفقنا أنا ومطربة مصرية باش نعملوا أغنية تكريما لوردة الجزائرية، أغنية على وردة، وكانت سجلت هذه الأغنية، والأغنية هذه كانت تلحنت وكتبوا الكلمات، وكي وصلنا لمصر صارت واحد الظروف كما كما نجمناش، على خاطر المطربة كانت جاتها شغل في الإمارات، ومن بعد الطاقم اللي كان راح يخدم معانا الأغنية دي تبدلنا وخدمنا أغنيات أخرين، يعني كانت الطلعة تاعنا أنه راح نجسد عمل على تكريما للفنانة وردة. نطلب منك الآن ربما تعطينا ولو مقطع صغير للفنانة الراحلة وردة الجزائرية. ربما من الأغاني اللي تحفظها أنا نحفظ كل أغانيها، نحفظ كل أغانيها، مشني مستحضر بك بتونس بيك؟ لا دوك نغني لك أغنية نحبها بزاف، نتفكر بك شوية. كل غنوة الفرح كانت الجرح كانت الصبر كانت الحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشانك، كل دمع 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 كل دمع 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 الخد سالت عالرمش نامت فعيوننا نامت في الدنيا قالت وجرح الهوى مالوش دواء
مالوش دواء إلا بحنانك. شكرا، الله يخليك. العيون السود، أكيد العيون السود، وإحنا افتقدنا كذلك فنانتنا الكبيرة وكذلك أميرة الطرب العربي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، وإحنا لازلنا كجيل ربما الجيل الجديد وكذلك الجيل القديم اللي استمتع بصوتها الجبار واللي فيها ربما خامة صوت، إذا توافقني كذلك الرأي، خامة صوت رهيبة. هي رهيبة رهيبة أكيد. نروح نشوفه كذلك صورة أخيرة ربما للملحن صلاح الشرنوبي، نطلب من المخرج كذلك إنه إذن صلاح الشرنوبي. يا سلام، والله صلاح الشرنوبي يعني من الناس طيبين جدا جدا جدا، قبل ما يكون فنان هو إنسان 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 بمعنى الكلمة، وطيب ومتواضع. أنت كنت متواضع جدا به شخصيا، أنا ربما مؤخرا راح يكون في تعامل، احتكيت به شخصيا وكنت قابلت به في مصر واستقبلني في المكتب بتاعه وغنينا أنا وياه بالعود، وعندي تسجيل تسجيل أنا وياه نغنيه بالعود، وعجبه صوتي بزاف وحبني نخل يعني حب نتعامله مع بعض. جميل، وعندنا بربي إن شاء الله في مشاريع كبيرة في المستقبل. يعني لما فنان يتعامل مع قامات فنية كبيرة في الوسط الفني العربي، ربما ما الذي ربما ينجر عن ذلك؟ ربما نجاح، كذلك أعمال ربما هي كل فنان، كل فنان يطمح للنجاح، ماذا به ينجح يكون معروف الناس تحب أغانيه. احنا دركا كل حاجة عندها بداية، نبداو بعد نبداو نشتغلوا ومن بعد نطوروا أنفسنا، ومن بعد التطوير هذيك يوصل للقمة، مثلا للقمة. والإنسان يفو با يتغر مهما يوصل ويقعد مع أكبر الفنانين وأكبر، يبقى ديما متواضع ويقول أنا مازلت نتعلم، مقبرة وانا دونك يقول ديما مازلت نتعلم ومازلت، يعني أنا تعاملت مع مع ملحنين صغار وتعاملت مع ملحنين كبار. جميل، وعندي مشاريع مع ناس في القمة، وكاين ملحنين يعني ما نذكرش أساميهم، هم معروفين على الساحة الفنية العربية وعرضوا علي أغاني وما قبلتهمش، ومالغري مشهورين يعني مشهورين، يكون نعطيك أسماء تقول لي هذا ما قبلتش لحن من عنده على خطر اللحن ما عجبنيش. الفرصة ربما نمنح الفرصة للشباب كذلك. انا الاستاذ صلاح الشرنوبي تعجبني الحانه من يعني من ما بتونس بيك، وحياتي عندك، ذكرى محمد، كلام الناس، جورج وسوف، يعني ما كانش اغنيه ماشي ناجحه واغانيه ملاحه. وانا عجبني تسمع عطاني كشغل كي حكينا مع بعض وسمعني قال لي عندك شجن في صوتك يعني صعيب وانت تلقاه في فنانين. صحيح، وهذا لازم كنت تطيح في ملحن حزن، كنت تطيح في ملحن عبقري يعرف كيفاه يوظف. أكيد، وإن شاء الله أنا إحنا كذلك نشجع على مثل هذا التعامل الكبير، التعاملات والدمج ما بين الفن الجزائري وكذلك المصري اللي كان ولد سبق ولد ربما أسماء كبيرة على أمثال الراحلة وردة الجزائرية وكذلك فلا عببسة. ربما لما نعود للساحة الفنية الجزائرية حاليا طغى عليها نوع ربما من الرأي، خلينا نقول عليه أنه مزيف، هو مش هو مزيف رأي صح. حقيقي أكيد، بما أنه يستعمل كلمات ربما حتى ما نكونش احتراما للمشاهدة الجزائرية، هي كلمات ربما رديئة نوعا ما. أنت عدت كذلك بأغنية رايوية واللي راح تعرض كذلك، نذكر المشاهدين أنها راح تعرض على تعرض على قناة الأجواء اللي هي أغنية حصرياً قلبي، يعني حصرياً قلبي نعم على قناة الأجواء، نروح نشوفوها ونعود نوريكم. بعد ما كنا قد طلعنا على هذا الفيديو كليب اللي كان تصور تحت إدارة ميشيل لومبي في فرنسا في باريس تحديدا، ربما وش تقول لنا على هذه الأغنية الرايوية؟ هي أنا من اللي بديت الفن وأنا نغني الغناء الشرقي، نغني الغناء الشرقي والأغاني الوطنية،
ومن بعد جات انتقادات كبيره باللي راهو عبد النور يغني غير شرقي. حبيت ننوع، درت البوم فيه غنايه راي، فيه شويه راي، فيه شويه بس راي نظيفه من كلمات والواحد، فيه شاوي، فيه القبائلي، فيها مزيج من الطبوع الجزائرية. وهذه الغناية نالت استحسان، نالت نجاح في فرنسا، نجحت في فرنسا وحتى في تونس وفي في بعض لاقت رواج شوية، لاقت رواج من بعد باقتراح من ميشيل لومبي، هو مخرج فرنسي، قال لي وعلى ما نصوروهاش غنية دي، عجباته مليح، وجبنا طاقم كلهم يعني فرنسيين اللي اشتغلوا معنا. من الممثلة كذلك صوفي مالونغرو، بالي كريستال، وسيخدم معنا، وصورناها وأول عرض تاعها هي هنا في الأجواء إن شاء الله. وطلبوها عليا في القنوات المصرية، القنوات المصرية لأني حطيتها في اليوتيوب أنا، ودارت مشاهدات كبيرة، طلبوها عليا في القنوات المصرية. دونك نروح لمصر أول حاجة راح نعملها هي راح نعرض في القنوات الفنية المصرية، راح نعرض يا قلبي يمحيني، أغنية جزائرية. ممتاز. احنا شفنا في الأونة الأخيرة أنه معظم الفنانين أو قدامى الفن الرايوي عودوا ولاو للساحة، منهم الشيخ بلال، شاب نصر، كذلك شاب أخيرة، ومؤخرا عبد النور حسن اللي رجعت لنا بهذه الأغنية. ربما هو لازم يرجعوا عليه على خطر الساحة بقات الساحة فارغة، كي بقات الساحة فارغة جاءوا الدخلاء واش داروا؟ استغلوا انه ما كانش انتاج، وتعرف احنا الشعب الجزائري من المشاكل وكلش سيتا جمهور مستهلك مستهلك، يعني هات يسمع برك، وكاين الناس ذواقين، بس كي نشوفوا احنا على الشبيبة، هو هادم جدد دادم مع احترامي ليهم، كل واحد يعني عنده الواحد تاعو، كل واحد وحياته كيف يعمل. هم دخلوا كيشغل في حياة الشباب وشافوا الفراغ، هذيك الفراغ النفسي والفراغ صحيح. الواحد استغلوا هذه نقطة الضعف ونجحوا يعني في الجهة هذه. بس احنا نتمنى النجاح هذاك يطوروا الكلمات، الكلمات ويعالجوا مواضيع مهمة، مش مواضيع سوقية، مواضيع اجتماعية، على خاطر عندنا أصوات ملاحة، حتى هذوم اللي يغنيوا الأغاني الهابطة عندهم أصوات جميلة جدا، أصوات جميلة جدا وقوية، يعني ينجموا يديروا الواحد. وانا فرحت كي رجع شاب نصر وشابة خيرة ورجعوا يعني للقدم. هل في ربما هنا راح ان شاء الله؟ لما لا، انا ما مازلت ما عندي حتى اتصال معنا، انا درك برونشي شويه للمشرق العربي، ربما لو نقولوا كون يكون كاين اتصال لما لا، مع من راح يفضل انه يكون في على اغنيه على شكل دويتو مع مين؟ انا نحب شبه خيرة نحب اغانيها كثير، على خاطر درنا ديجا حفله نوجهها تحيه ورجلها بابا وسي، يعني هي صوت قوي، ويعني خسارة هكا تبعد شوية على الفن، لازم صحيح. لازم ترجع للساحة الفنية وبقوة، على خاطر صوتها قوي وحساس وعندها أغاني ملاحة. إذن مشاهدينا كنا مع الفنان عبد النور حسن اللي شرفني اليوم بحضوره، ورغم أنه كان تعبان وإحنا نقول لك اسمح لنا، ربما إن شاء الله تكون هذه الجلسة خفيفة ظريفة. وكذلك نقول لك لو تخص المشاهدين ديالك وكذلك متابعينك بمقطع أكابيلا وليكون ختامها مسك. هي يعني أخي قلت أنا تعبان شوية في الواحد نغني في شرقي ولا مثل ما ربما على راحتك يعني الليالي تمر علينا والسهر جرح عينينا الليالي تمر علينا والسهر جرح عينينا
الحبايب للهوى رحنا اشتكينا، هن معنا ترى ولا علينا. الحبايب للهوى رحنا اشتكينا، هن معنا ترى ولا